من لم يضق مر تعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته طول حياته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أسامة من قناة بعثرة شكرا 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 أصدقائي الأعزاء شكرا على ستة ألاف مشترك شكرا على دعمكم لنا ونعتذر عن الانقطاع الغير المقصود ولكن بإذن الله لن نتوقف مرة أخرى حتى تصل عائلة بعثرة إلى الملايين بدعمكم بإذن الله أخبروني أصدقائي ما هي المواضيع التي تريدونني أن أقوم بإنشاء فيديوهات عنها سنلبي كل طلباتكم بإذن الله ومرة أخرى شكرا على دعمكم بصراحة لقد أسعدتموني كثيرا انتظروني في الحلقة القادمة إن شاء الله من لم يضق مر التعلم ساعة تجرع ذل جهله طول حياته طول طول حياته